التسلسل القيادي على الدوام. تم قتل أحد الأعداء. السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم راح تشوفوا أغلاطي في لعبة League of Legends وكيف تحسنت خلال 4 أسابيع. طور لعبة بشكل مرة أنا عاجبني وصرت أحب اللعبة أكثر. فدائما اللعبة لما تكون عندك أغلاط وشيء بشكل عام أي لعبة راح تبدأ تكرهها، لكن من يوم ما تتعلم وتفهم وتستعمل أشياء صح، تتعلم من أخطائك، راح تصير اللعبة أحلى وأحلى. وهذا اللي لاحظته مع هذه اللعبة، لأنها لعبة استراتيجية بحتة. ترى League of Legends يبغاك تفهم إيش تسوي، فين تروح، وإيش تأخذ أغراض معاك وأيتمات، وكيف تلعب ضد الشخصية اللي ضدك ومين اللي معاك في نفس اللين. يعني بالتحديد البوت لين هذا مهم جدا، لأنه 2 ضد 2 بشكل عام راح يكون الوضع. فأنا كنت ألعب كثير بآش على كيتلين على جينكس، لكن اليوم بنتكلم على آش وكيتلين، راح تشوفوا فرق اللعب وإيش الأغلاط بالتحديد. خلونا نخش على طول. لاحظوا كيف أنا هنا درعمت على البرج بعد ما كسرته، خشيت قدامه أمشي فرحان إني يلا كمل اللي بعده. هذا من الأغلاط اللي فهمتها الحين، إنه ما درعم لوحدي في منطقة بلايند سبوت يساري من ورا. لاحظوا كيف دخلت علي هذه لوكس، دخلة جامدة وعطلتني، يعني قفتني، سويت لي هولد كذا بالحركة وشالني ذا، يعني 2 ضد 1 كمان، هذه نكبة والفلاش ما كان موجود. فهذه حركة تعلمت منها درس كبير. نخش على اللي بعده. انا كان لعبي هجومي بحت فاصل، يعني شخصن في اللعبة، وهذا شيء غلط. ترى اللعبة دي بالك ما تشخصن فيها، لانك راح تجيب العيد في نفسك. يعني هنا اوريدي مشيت معايا اني الحقه حتى تحت البرج، لانه كان معايا واحد يساعدني ويدمجه، لكن مو كل مره تنجح دي الخطه. لاحظوا هنا ايش صار. هنا في نقطة مهمة في ذي اللعبة، لازم تحدد تطلق على مين، لأنه لو ضدي 3 هنا في ذي الحالة تقول ما في جيم خلاص، المفروض أنا ميت، حولي 3 إيش مستحيل يعني. لكن شوف إيش سويت هنا، على آخر لحظة جاني زي الدرع كذا، والله ماني عارف مين اللي أعطاني هو، أو هل هو تفاعل من تلقاء نفسه، اللي فاهم يعلمنا هنا. بس الدرع اللي جاني ذا أنقذني ثواني بس، وبسببه قتلت واحد. شوفوا كان فل الهيلث بار حقه وأنا ضعيف، شلته ذا الشخص عن طريق الكيو. لكن النقطة اللي بحاول اوضحها، لو انا ذحين اخترت واحد غلط من البداية، هيلثه كان ما هو نص، كان فل، كان جبت العيد وما قتلت ولا احد. لكن لاني اخترت الشخص حددت عليه لين الاخير قدرت اشيله. فمهم جدا انك تعرف تطلق على مين. لو حولك 3 4 اطلق على اللي هيلثه ضعيف قدر الامكان عشان تقتله، عشان تاخذ فلوس، عشان تشتري ايتمات وتطور نفسك. زي لو تلاحظوا هنا هذه اللقطة، كان حولي كثير اشخاص، غلطت هنا اني قاعد اطلق على اللي دمجها اللي هيلثها عالي. لا، المفروض اطلق على ذول اللي حول اللي هيلثهم واطي يعني. لكن مشيت معانا هنا، لكن كانت غلطه مني. انا جبت العيد، بس في نفس الوقت جبت يعني دبل كل، سويت فلاش صدفه كذا بالغلط، وسويت سكيب للغم اللي اعطاني هو، وفعلت كيو عليهم، وفعلت الار اكيد زي ما شفتم في البدايه، وشلت الاثنين دبليو كيو، وبس بعدين دخلت في اللغم وتحمست. برضه من ضمن اغلاطي اني ما كنت احسب حسابي على البرج، يعني ما اعرف الرينج حقه. فلو تلاحظ هنا المينيونز لسه ورا، انا تحمست اني ادرعم احسبهم لسه هم خشوا كذا. لازم تعرف فين الزاوية الصح، يبالك تخش التدريب عشان تعرف الزاوية هذه، لأنه هناك واضحة أكثر بشكل دائري وبسيطة. من يوم ما تحفظ الركنة خلاص راح تعرف فين تتحرك. من الأغلاط إني كنت أستخدم الآر اللي هي الأبيليتي الأقوى في أي شخصية، إنه من البداية كذا تحمس ألقى واحد أرمي عليه، وهذا غلط. لازم يكون هيلثه يعني تحت النص، ربع، يعني خلاص بيموت، فتطلق عليه عشان تنهي عليه. أما لو طلقته من بدري فراح تضيع فرصك قدام في الجيم، إنه يعني تطلق على هذول الأشخاص. فهذه برضه من ضمن النقاط فرقت معي. اش هي الصاروخ حقها الار هذا يبطئهم مو بس يدمجهم، فلو فوائد، مو شرط انك تمشي على قاعدتي هذه، لا بالعكس تقدر ترميه من اخر الماب. زي ما سويت هنا يفك ازمه لي، لو انحشر تيمك مع شخص وما ادري ايش، شوفوا انطلقته هنا ساعدتهم، يعني خليته يثبت مكانه ما يشرد بفلاش او شيء. فلو فوائد، يعني الابيليتيات تختلف على الشخصيه لشخصيه، لكن اش هذا الصاروخ له فائده يعني من بعيد، او السهم يعني مو صاروخ او سهم، وتقدر تطلقه من اخر الماب. هذه ميزه رهيبه فيها، فكنت ما اعرف بس تعلمت كذا. تقدر تختار من الميني ماب المكان وتضغط بعدين ار. التنين مهم جدا انك تخلص التنين بسرعه، لانه قد فشخوا علينا التيم الثاني وتقووا وصاروا افضل،
فأنا كنت ما استعمل الكيو عليه، لكن الحين تعلمت وإني استعمله على آخر لحظة، عشان شوفوا أنا غلطت هنا إني استخدمت كيو من بدري، المفروض إني أطلق على آخر يعني خلاص الدمج الأخير ذا يبقى من التنين هيلث بسيط، أشغل الكيو، أشغل الأبيليتي الأعلى عشان أخلص عليه بسرعة ما يفشخوا آخر طلقة من التيم الثاني مثلا. وقد حصلت ترى، قد صارت لي في أقيام زي لو تلاحظوا هنا جيت على آخر لحظة أعطيته كيو فشخت التنين عليهم لوحد ما أحتاج تيم ولا شيء. فترى مرة الموضوع مستفز إنه الفريق اللي ضدك يفشخ التنين بسبب غلطة منك أو ما في معك أحد ساعدك أو ضغطوا عليك كيو، فلازم يكون في جنجل عشان يضغط الإف اللي هي عندهم على آخر لحظة يأخذ التنين زي الصاعقة كذا تجي. ندخل على كيتلين، هذه الشخصية فيها حركة جدا جميلة، آش لها مزايا ولها سلبيات، كل شخصية لها مزايا وسلبيات، من ضمنها كيتلين برضو بنتكلم ممكن في مقطع ثاني بعدين مزايا وسلبياتهم. آش سريعة يعني بسرعة تعطي الدمج لكن ضعيف الدمج، هنا الدمج قوي كيتلين لكن بطيء الطلقة بس من مسافة بعيدة أكثر من آش، فبرضو هذه مزايا حلوة. من الأشياء اللي مرة رهيبة أنا أحبها في كيتلين إنه تعطيك فخ تحطه، وهذا الفخ يعطيها هيد شوت طلقة للراس دمجها عالي ومن مسافة بعيدة وفوقها تبطئ العدو ثواني، أفخاخ مرة جامدة لو عرفت تستعملها بهذه الشخصية. زي ما انت شايفين هذه لقطات على السريع كذا ما أدري قديش فكت لي أزمة الأفخاخ هذه، مرات أنقذتني من ناس كانوا بيقتلوني خلاص على آخر لحظة وأنا أجري أشرد منه أحط فخ في مكاني وأشرد فهو يدخل في الفخ. التايمينج مهم جدا يعني، بدأ كنت ما أعرف لكن تعلمت وعرفت متى أحط الفخ، لأنه لو حطيته بدري راح يشوفه راح يعدي، وإذا حطيته متأخر ممكن ما يمسك عليه يعني راح يعدي هو نفسه، فمهم جدا أنك تحطه في تايمينج ممتاز. فكيتلين شخصية ما هي سهلة، تعتبر متوسطة إلى صعبة لأنه فيها كله عبارة عن تايمينج، عبارة عن التوقيت المناسب أنك تحط الشيء ذا أو تطلق الشيء ذا، لأنه برضو بطيئة في الطلقة الكيو يبارك توزنها صح بس أنها دمجها عالي، فزي كذا يعني. الشخصيات هذه حلوة ممكن نتكلمها في مقطع ثاني، بس حاليا نتعلم من أخطائنا وأوريكم كيف تطور لعبي. الابيليتي حق كيتلين الار كان جدا مفيد انه تطلق على اي شخص من مسافة كذا بعيدة، فهذه لقطات على السريع اللي كانوا على اخر لحظة يعني ما اقدر الحقهم راحوا على البرج او شردوا بعيد فعطيتهم واحدة من بعيد. وترى كيتلين الكيو حقها ما تدري قديش لو عرفت تستعمله صح تجيب كلات على اخر ثانية لانه مسافته طويلة. لاحظوا هذه اللقطة كيف يعني انا لحقت وسويت رش، يعني المفروض هذا الشيء ما اسويه لكن انا بتلفيلد لاعب شوتر، فايش تتوقع يعني جريت وراه جريت لحقت ذا بفلاش ومدري في الاخير ما قدرت الحقه ولا ادمي بعيد، بكل بساطة ضغط كيو، الكيو مسافتها طويلة شوية كذا. جيب الام صح يا حبيبي، احسب اللاج حق الكيتلين ذا مع لاج المسافة حقته انه يمشي قدام. فالشخصية جامدة بس لازم تعرف تلعبها، انا في البداية كنت اكرهها لانها بطيئة شوية لكن لما عرفت العبها اللعب حقي تحسن وعرفت كيف العبها صح. اش بالمقابل شخصية العكس يعني دمجها اقل من كيتلين بكثير بس سرعة الدمج سريعة، يعني تضغط الكيو تصير سريعة مرة وعندها بس كيو يعني بدون الكيو لا شوية، فيعني ما اعرف شيء مقابل شيء لازم تعرف ايش تلعبه. لكن مشكلة آش ما عندها استنات كثير بس الآر تقريبا، لكن عند كيتلين عندك ألغام كثير فصرت أعشق إني أحط هذه الألغام في أماكن أسطورية زي مثلا ورا البرج، المنطقة هذه اللي دائما يتكوا فيها لما نجي نهجم. شوفوا قديش صدت في ذي يعني ما أعرف هذا الشيء من دماغي صراحة، ما حد دربني عليه ولا شيء، كذا قلت يا أخي هذه مكان هم دائما يتكوا ورا البرج أو أبشروا، فهذا كان يخليهم يوخروا يعني شوفوا كل ما ياكلوا واحدة أرميهم ضربة وأخرج برا حدود البرج بسرعة لأنه لو ما خرجت بيدم. فهذا التكتيك تعلمت عليه كذا صار شيء جامد مع كيتلين، يعني صرنا نسوي بوش عالي على الابراج. ولو دمجت كيتلين مع شخصيه ثانيه سبورت تكون عندها حركه هولد او ايش يسموه ستان يعني تثبته زي موضوع الالغام هذا، فتدمجهم الاثنين. لاحظوا هنا ذي الحركه اللي سويناها انا وهذه الشخصيه اللي ما اعرف اسمها والله، صار يعني سويت هو سوى له هولد وانا حطيت اللغم تحته على طول، لاحظوا كم المده اللي قاعد فيها ثابت ما يتحرك، جيم اوفر خلاص جي جي اللي ضدك هذا لانه راح يعلق في دبل ستن. فشوفوا قديش يفرق الجيم لو عرفت كيف تلعب بالشخصيات. الفلاش ما ادري قديش انقذني من مواقف مره مهم، شوفوا هنا لما رمت عليه لوكس هذا اللي يبطئني او شيء زي كذا ضغطت فلاش وشرت منه فمره فك لي ازمه. برضو من الاشياء الغريبه اللي ما كنت انا كنت فهي اطالع تحت، يعني كنت ما استخدم الاف كثير اللي هو الفلاش دي لكن الاف اللي هو الدرع، فهنا في ذي اللقطه لو بس استعملت الدرع كان قدرت اشرد او ما قتلني هذا، لكن كل الاحوال
كنا فايزين يعني، فما ادري يمكن عشان كذا فهد، بس انه كان عندي شغال الاف لو تلاحظ. فبرضه من النقاط المهمه انك تطالع تحت تعرف ايش اللي شغال عندك او مطفي، او اضغط DF اذا مره ما انت فاهم وانحشرت اذا ما بتطالع يعني. لكن هذا شيء يعني تعلمت منه. هنا في غلطه غريبه ما اني عارف ليش سويتها، لاحظ اني بعد ما شلت هذا الشخص خلاص المفروض انه هو دمجني، هيلثي طاح وعندي فلوس، عندي 1000 تقريبا. خلاص روح سوي ريكول واشتري ايتمات كذا، اشتري الجزمة على الاقل وانت بكرامة، كان ناقصني هنا جزمة. فلا شوف ايش سويت، انا ماني فاهم ليش سويت كذا اصلا. خشيت من منطقة غلط في غلط، رحت لهم من التور من وراء، التور قاعد يدمجني وخلاص شفت هذا قلت ابصيده. اوكي جبته، انا جبته شيء حلو بس خاص جي جي يعني. فلا احد يسوي زي كذا، لعبي غريب هنا. باختصار ريكول انك ترس من مره ثانيه، ترجع للبيز تزيد المانا وتزيد الهيلث وتشتري اغراض يعني زي كذا. زي ما في ذي الحاله شوفوا كيف رجعت، ترجع في مكان سيف طبعا، مكان مرتاح معاه ما في احد حولك، عشان لو طلق عليك في ذي اللحظه لا ما راح يصير ذا الشيء. فانا لاحظوا كيف رجعت للبيز والامور طيبه. زي لو تلاحظوا هنا حسيت اني في امان وسويت ريكول، شافني ذا من مسافه بعيده وجري علي لان هيلثي طايح. هنا استخدمت الفلاش بطريقة غلط، اني ادرعم عليه وانا هيلثي طايح، فهذا شيء غلط المفروض انتبه لهيلثي. اوكي انا شلت الاول بس مو معناته اني راح ادرعم عليه زي كذا بالفلاش واشيل الثاني، صعب هيلثي طايح واللي جنبي ما راح يساعدني عارف ذا الشيء، فغلط هنا استعمال للفلاش. برضو لا تلحق احد يرجع لي توره يعني بيرجع مكانه، لا تتحمس زي انا كنت هنا لسه نوب اتعلم الهرجة الماب. لاحظ ايش سوى فيني هذا، خدعني سحبني لين ورا ويلا. عموما اخليكم مع بعض اللقطات من لعبي، استمتعوا فيها قولوا لي اذا في اخطاء شفتوها في بعض اللقطات، فاستمتعوا ونشوفكم في مقطع ثاني بعدين، ممكن نشرح اشياء معينه، يمكن نشوف شخصيه ثانيه نلعب فيها وبس. يعطيكم العافيه، خليكم مع المقطع، شكرا لكم، سلام عليكم. قتلت أحدا. أفوض على الهدف. رمية مثالية. قتلت أحد الأعداء. قتل مستوي. يمكنني التنبؤ في احد الاعداء. يا له من اهدار للم انتبهوا للمصيبة. أحد الأعداء.